في أحد الأيام جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه من الغد يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه اليوم الثالث: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإنك إذا أعطيتهما في الدنيا ثم أعطيتهما في الآخرة فقد أفلحت. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله.